للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة المتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور ناجي البطة. دكتور ناجي، بداية مرحبا بكم. تحدثنا اليوم من قطاع غزة الذي تمر عليه الذكرى 12 على الحرب الأولى التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع في العام 2008. ما هي تداعيات هذه الحرب المستمرة على القطاع المحاصر؟ أولا تحياتي لك وللمشاهدين. يعني هي عدوان صهيوني غادر وغاشم، وكان عدوانا مدانا دوليا، وبعض يعني الشخصيات الإسرائيلية أدانت هذا العدوان، لأنه جاء تقريبا الساعة 11:30 وخمس دقائق، حيث تكون هناك فترتان في قطاع غزة لتلاميذ المدارس الذين يعدون بمئات الآلاف في الفترة الصباحية دخول وخروج الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية، وبالتالي هذه يعني جريمة حرب قام بها الاحتلال الصهيوني. لكن كما تعرف ويعرف الجميع أن هذا الاحتلال مدعوم من قوة عالمية كأمريكا، وللأسف صمت أوروبي فهو فوق القانون. لذلك يعني الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في قطاع غزة يعني أوقفت يعني على الأقل ردت العدوان، وكما تفضلتم في تقريركم كانت الخسائر فادحة جدا. ويعني أنا شخصيا كنت أبعد عن المكان الذي قصف في منطقة الجوازات التي فيها الشرطة 150 مترا. يعني أنت تستطيع أن تقول أن زلزال على مقياس يختر بست درجات او يزيد كان يعني في اقل من 30 ثانيه. هناك غطر يعني للمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم. الكيان الصهيوني كرر قصفه القطاع قبل يوم واحد من هذه الذكرى، استهدف منشآت صناعيه ومستشفى للاطفال وبنى تحتيه وكذلك منازل مواطنين. لماذا يستمر المجتمع الدولي بغض النظر عن هذه الانتهاكات الصهيونيه؟ يعني كما ذكرت الكيان الصهيوني واحتلاله المتغطرس يعني يسيطر على الإعلام في العالم، في أمريكا، في أوروبا، بل أن هناك يعني قرارات يمكن أن تتخذها الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب السابقة، أكثر تقدما من أو تطرفا من الكيان نفسه، خاصة في نقل القدس، نقل السفارة إلى القدس والتطبيع الذي يحدث بين الكيان والدول، بعض الدول العربية. وكما ترى وتشاهد ويشاهد الجميع أن كوشنير سهر الرئيس الأمريكي، وهو يهودي بالمناسبة ومستشار الرئيس الأمريكي، يعني هو الذي يقوم بهذه الزيارات التطبيعية لكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وبالتالي أنت تتكلم عن إدارة صهيونية أمريكية تغطي الكيان وتسابقه في يعني كل ما يمكن ان يحقق اهدافه في المنطقه العربيه اختراقا. وبالتالي يعني لا تجرؤ جهه دوليه سواء محكمه الجمعيه الدوليه او حتى الامم المتحده من ادانه هذا الكيان. ايضا نرى يعني استاذ دكتور ناجي، نرى غياب المجتمع الدولي عن ما يجري ويحصل للاسرى الفلسطينيين في ظل جائحه كورونا. نادي الأسير الفلسطيني أكد أن السلطات الصهيونية جعلت إمكانية تطعيم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مرهونة بموافقة جهات الاحتلال الرسمية، ولكن هنا يعني ما مدى خطورة ذلك على مصير الأسرى الفلسطينيين مع استمرار المجتمع الدولي بالتزام الصمت تجاه توفير لقاح كورونا؟ يعني المجتمع الدولي في تقديري هو ظاهرة صوتية، إذا كانت الأمور تخص القضايا العربية في العراق وسوريا وليبيا وحتى الصومال من قبل واليمن، هو ظاهرة صوتية ليس إلا، ويأتي في هذا السياق الأسرى الفلسطينيين. لو أن أسيرا يهوديا موجود في أي دولة في العالم لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن للأسف الاحتلال لا يأبه بأن تصيب كورونا المساجين الفلسطينيين، وبالتالي لا يلتزم بالمعايير الدولية القانونية على وجه التحديد في أن يقوم بتطعيم ما لديه من أسرى وهم بالآلاف بالمناسبة، والاعتقالات تتم يوميا في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة القدس. لكن للأسف لا يوجد ضغط عربي، لا يوجد موقف عربي، السلطة الفلسطينية في رام الله ضعيفة جدا، المقاومة في غزة محاصرة ووضع صعب للغاية. لكن كان يجب على منظمة الصحة العالمية WHO والمؤسسة الأم الأمم المتحدة
أن تطلب من هذا الكيان أن يقوم على الأقل أعطاء الأسرى الفلسطينيين الحد الأدنى من حاجتهم الصحية. طيب دكتور ناجي، أخيرا، في القدس جدد مستوطنون صهاينة اعتداءهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن وتيرة الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس تضاعفت خلال العام أو خلال هذا العام. برأيك ما هي أسلحة السلطات أو السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه الانتهاكات في ظل حقبة بايدن المقبلة؟ أسلحة السلطة الفلسطينية صفر. أنا أقبل هذا التوصيف من قبل وزارة الخارجية العراقية أو الجزائرية أو المغربية على أساس أنهم ابتعدوا عنا، لكن وزارة الخارجية الفلسطينية يجب أن ترفض وتهدد وتتوعد الاحتلال. يا سيدي، لا أقول تتوعده عسكريا، تتوعده قانونيا، تتوعده سياسيا، تتوعده بوقف التنسيق الأمني بما تبقى لديهم من أوراق، لكن للأسف الشديد السلطة الفلسطينية في رام الله عاجزة عن فعل أي شيء، وهي لم ولن تستطيع فعل أي شيء. نشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجي البطة، كنت معنا من قطاع غزة المتخصص في الشأن الفلسطيني، شكرا لك.